مع نجمة مسلسل بنات صالح التقينا بها رغم تعبها ودورها الصعب، بس طلعنا بلقاء جدا عفوي. يلا ويانا نروح مع زهور علاء. طبعا مثل ما تشوف احنا حاليا هسه باجواء التصوير، والحمد لله وشكر عدت على خير مثل ما يقولون، كلها ناس تمرضت وناس وقعت وناس، وانا واحده من عندهم، بس الحمد لله. هذاك يوم جينا لموقع التصوير، اي نعم، ولقيناش طريحه الفراش متهلك، اي بس مع ذلك ما رحت للبيت. لا كملت الاوردر، خطيه رادوا ياجلوه، بس بوقتها قلت لهم لا ما اجل. شلون هالاجواء، اجواء العمل، اجواء التيم؟ والله هي باوع الاجواء اذا ما تكون حلوه الممثل ما يقدر يمطي بالتمثيل. أجواءنا كانت كلش كلش حلوة، وأني عن نفسي أحكي كنت كلش مستمتعة بصراحة، يعني يومي أخلصه بطاقة إيجابية بالسيت. ممكن نعرف شنو راح يكون دورك بهذا العمل؟ شخصية فاتن. أني أول مرة راح تشاهدوني من خلال شاشة قناة MBC عراق بشخصية مختلفة تماماً. عندي مرحلتين بالعمل وشخصية صعبة، المرحلة الثانية أصعب من المرحلة الأولى، يعني انتقالية. مرحلتين شنو؟ فارق زمني؟ فارق زمني وفارق شخصية أيضاً، يعني هي كشخصية تتغير. حلو. زين، هاي الشخصية هل راح يحبها الجمهور أم يكرهها؟ أني هسه يعني حتى بيني وبين نفسي المرحلة الأولى يعني حيحبوها، المرحلة الثانية أعتقد أكو ناس راح تحب وأكو ناس راح تكره. المرحلة الثانية نبدأ عنها بين لطيفة كلش. والله أني عن نفسي أقولها ملطيفة. أبد ملطيفة. راح أكو كيمياء بين المخرج والممثلين، الكيمياء كانت أكثر إحنا كالعائلة، أنا أستاذ محمد هاشم والبنات براء وجمان وساندي وشروق، فكانت فتكيمية كلش حلوة بيناتنا، خصوصا من اشتغلنا المرحلة الثانية. شكرا لمجلة مشاهير العراق اللي هي دائما سباقة واللي تواكب الأحداث دائما. شكرا لكم.